السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: الملك يهنئ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويحدد نهج ورؤى المستقبل. ولي العهد رئيس الوزراء: أتشرف بحمل أمانة المسؤولية جنديا مخلصا لكم. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: جلالة الملك المفدى أيده الله يودع العاهل الأردني. وزير الداخلية: استقبال البحارة لحصر الأضرار. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: الأميرة سبيكة ولي العهد رئيس الوزراء عاقد عزم التطوير والتجديد لكل ما يسمو بالوطن. أما صحيفة الأيام فقد عنونت: وزير الداخلية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الأمني. نشرت صحيفة الوطن أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بعث كتاب تهنئة موجها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء. أعرب فيه عن تهانيه لسموه بتحمل أمانة المسؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيس لمجلس الوزراء، مشيدا جلالته بما يقوم به سموه من عمل وجهد دؤوب لخدمة المملكة وشعبها الوفي. وفي السياق ذاته أعرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ردا على كتاب العاهل أيده الله عن بالغ الفخر والامتنان لما حمله كتاب جلالة الملك المفدى أيده الله من تكليف سام لتحقيق ما يصبو إليه جلالته من عزة ورفعة وازدهار للوطن وجميع أبنائه المخلصين. من صحيفة البلاد نطالع أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعربت عن ثقتها بأن سمو ولي العهد رئيس الوزراء خير من يتولى هذه المسؤولية المهمة بعون من الله وبحسب ما يقتضيه شرف خدمة الوطن وتلبية نداء الواجب. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا لها بعنوان: كتاب جلالة الملك منهج عمل. فإلى هذا المقال: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كتابه إلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حمل في طياته الاعتزاز والحب كأب لابنه العزيز وكملك يتمسك بمنهج الآباء والأجداد حريص على النهوض بالمسؤولية وتأديتها بأمانة. في أولويات كتاب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه جاءت مسألة خدمة الوطن والشعب، والتي أكد جلالته أنها واجب وشرف، فلا اعتبار آخر يرقى إلى أن تكون مسؤولا عن خدمة وطن وشعب، وأن تكون مسؤولا أمينا يؤدي واجبه بشرف. هذه مسؤولية جسيمة أثبت صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء في مناسبات ومواقف مختلفة قدرته على تحملها بل والنجاح فيها بامتياز. في هذا الشأن فإن سمو ولي العهد رئيس الوزراء يسير على نهج الوالد جلالة الملك المفدى
حفظه الله ورعاه الذي امتلك قلوب الناس جميعا في البحرين لتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين ولما قام به من مبادرات عدة استهدفت رفعة شأن المواطن والنهوض بالدولة في مختلف المجالات. أشارت رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل إلى أن ما جاء في الكتاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله تعبر عن النظرة الثاقبة والإدراك الأسمى بالدور الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد رئيس الوزراء في حمل المسؤولية الوطنية وأعبائها بقدرة عالية. نقلت صحيفة البلاد أن فعاليات وطنية ثمنت الرسالة الملكية لعاهل البلاد المفدى أيده الله صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مضيحين أنها خارطة طريق للعبور إلى مستقبل زاهر ومبشر بالخير مؤكدين أن النجاح الباهر الذي حققه سمو ولي العهد رئيس الوزراء في إدارة الملفين الاقتصادي والجائحة يؤكد أنه رجل المرحلة وخير من يحمل الأمانة برئاسة مجلس الوزراء. هذا ولفتت صحيفة الوطن أن خبراء اقتصاديين أكدوا بأن البحرين بانتظار مزيد من الإنجاز في كافة المجالات والتطور التكنولوجي في ظل تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لرئاسة مجلس الوزراء وذلك من خلال تحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 لمملكة البحرين عن طريق توجيه الاقتصاد الكلي نحو التنمية. إلى صحيفة الوطن حيث نطالع منها أنه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شهد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفل تخرج الدفعة 12 من التلاميذ العسكريين. هذا وأكد وزير الداخلية على أهمية إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني الحديث. نقلت صحيفة الوطن أن رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة افتتح جامعة سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الكائن بحي المحادير في مدينة خليفة الإسكانية والذي تم تشييده وبناؤه على نفقة سموه الخاصة بحضور رئيس مجلس الأوقاف السنية راشد الهاجري وكبار ضباط الحرس الوطني. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ثمن التوجيهات الملكية السامية بتعويض البحار البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية مشيرا إلى أنه تمت المباشرة باستقبال البحار المتضررين في قيادة خفر السواحل للاستماع إلى إفاداتهم وحصر الأضرار التي تعرضوا لها. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة دعت الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية التابعة لسكنهم لتلقي جرعة التطعيم بدءا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني لحجز الموعد. الشرطة النسائية 50 عاما من النجاحات والإنجازات عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للدكتور خالد زايد. فإلى هذا المقال. احتفال وزارة الداخلية البحرينية باليوبيل الذهبي
لتأسيس الشرطة النسائية ومسيرتها وإنجازها العظيم المشهود له بالكفاءة والاقتدار، واحتفاء بنجاحات ما مضى، واستعداد لإنجازات ما هو قادم لمحطات جديدة لتعزيز المنظومة الأمنية بما تضمنه من أهداف تنموية ومستقبل واعد مشرق. لنستذكر ما قاله معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في كلمته بمناسبة يوم الشرطة البحرينية عن الدور الكبير والنجاحات العظيمة للشرطة النسائية، ما يؤكد حرصنا عليه على تعزيز قدرة وكفاءة ومكانة العنصر النسائي في الوزارة كمشاركة في بناء هذا الجهاز الأمني العريق. أثبتت الشرطة النسائية ذاتها وجدارتها وكفاءتها في تنفيذ الواجبات المكلة إليها في كل المواقع التي تشغلها للمشاركة في بناء مجتمع آمن. نقلت صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد ثمن قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم وقف التعامل النقدي في المكاتب الأمامية مع 34 خدمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. بيّنت صحيفة الأيام أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أعلنت عن تأجيل موعد إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق لعام 2021 بسبب الظروف الخاصة بجائحة فيروس كورونا، على أن يكون المعرض المقبل في شهر مارس من العام 2022. نتحول إلى صحيفة البلاد ونطالع منها أن 3 أفكار فازت في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، والتي ضمت كلا من فكرة مشروع توسعة خدمات الصحة النفسية في المجتمع وفكرة مسعف في كل بيت، بالإضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة برنامج تمليك. لفتت صحيفة البلاد أن المدارس الحكومية بدأت بتوزيع الحواسيب المحمولة على طلبتها المستحقين، وذلك ضمن مبادرات الحملة الوطنية في النخير، حيث ستشمل عملية التوزيع على 10,000 حاسوب محمول. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BH TV and Radio وموقع live.ph. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.